نحن الرسائل التي وصلتنا أن سكان الحوض الشرقي وسكان مدينة النعمة وشأنهم في ذلك شأن كل سكان موريتانيا كانوا ينتظرون حلا لمشكلة العطش الشديدة اللي عانوا منها المواطنين، واللي بلغت درجة عن لتر الماء كان ينباع في النعمة 200 وبيه. كانوا ينتظروا تحسين الخدمات الصحية المتدهورة. لتر 200 وقية لتر الماء ليلة الخطاب. كانوا ينتظروا حل المشاكل الخدمات الصحية المتدهورة. كانوا ينتظروا حل المشاكل انقطاعات الكهرباء المتكررة. كانوا ينتظروا حل مشكلة البطالة في قطاع واسع من شباب الحوض الشرقي والمناطق الشرقية بصفة عامة ومدينة النعمة بصفة خاصة. كانوا ينتظروا حل هذه المشاكل فيؤتى لهم في الصيف الشديد وفي جو حر شديد وفي ظروف معيشية صعبة يواجهون غلاء بلا حدود في مختلف المستويات المعيشية، ويلقى لهم هذا الخطاب الذي يتحدث عن أرقام لا يرونها في حياتهم، يتحدث عن معارضة يبدو أنها سكنت في الخطاب من بدايته ووسطه ونهايته. وبالمناسبة تحية للمعارضة الديمقراطية وللمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يبدو أنه قال صح وفعل صح وتحرك صح لأنه ترك هذا الأثر أيضا. وبالتالي الخطاب لم يأتي بحل لمشاكل المنطقة المزورة الولاية المزورة، لم يقدم أي جديد، لكنه كان خطابا مصارحة تحدث فيه